حطاتنا مع ضيوفنا، وهلا وصلنا لفقره لطالما اكسبت ميزه لسوريا عبر الزمان وابرزت التنوع يلي اعطاها سمه الفراده عبر مراحلها الحضاريه. السجاد اليدوي يلي بيجتمع بين جمال المنظر وبيجمع كمان مع جوده الصنع رح يكون محور حديثنا لليوم مع الاستاذ عمار سمور رئيس وحده الصناعات الريفيه للسجاد اليدوي بالرحيبه. اهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. اهلين سعد صباحي. صباح الخير استاذ عمار. صباح الخيرات. اهلين يعني السجاد اليدوي مثل ما ذكرنا بالمقدمه هو عطى ميزه وخاصيه بسوريا، خلينا نحكي شوي عن تاريخ السجاد اليدوي بسوريا وعن قديش مهمه هي الصناعه. طيب بدايه لابد ان لكم شكرا على الاستضافه وبمناسبه المعرض وعوده المعرض مره ثانيه. اما بالنسبه للسجاد اليدوي، عرف السجاد اليدوي السوري بالقرن الرابع عشر تقريبا واشتهر باسم السجاد الدمشقي او السجاد المملوكي، وتميز وانفرد عن غيره من السجاد، تميز بألوانه، أخذ خصوصية ألوان الأحمر القرمزي، الأصفر الذهبي، الأزرق البحري، عرفت شلون؟ مع رسومات معينة تعتمد على الوحدة الزخرفية الزهرية. وبدأت حياة السجاد تمشي في سوريا إلى أن مطلع الستينيات القرن الماضي، صار عمل تخصصي، أوكل عمل السجاد اليدوي للحكومة. فصار ذو شقين، أوكل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بنت الوحدات الإرشادية أكثر من 250 وحدة إرشادية منتشرة على ساحة قطر السوري العزيز. كان الهدف منه هو تعليم مهنة صناعة السجاد بطرق علمية كانت قبل مفلوشة بدون أي رقابة بدون أي شيء، تتورثها الأجيال من الآباء إلى الأبناء، بينما صارت طرق علمية وحسنت من أدوات الإنتاج، إلى جانب القسم الآخر يلي هو فتح وتهيئة فرص عمل للريف وإنعاش الريف وتنمية الريف. وصار التركيز على المرأة العربية السورية يلي هي هلأ عنا بسوريا. نحن انفردت سوريا بهالقصة هاي إنه تعليم السجاد للإناث، لا شك يمكن واحد يستغرب أو شيء، لكن الأهداف كانت موجودة إنه إدخال المرأة في سوق العمل، إدخال المرأة في الاقتصاد، إدخال المرأة بالعلوم والرسوم، إلى جانب أنها تثبت هذه المرأة السورية قدرتها على الإبداع وقدرتها على الإنتاج وتقدر تستطيع توفق بين العمل وبين البيت، فهي بالبيت مربية وبالعمل منتجة. وهذا الشيء اللي تميزت فيه المرأة السورية بالتأكيد. تماما. وزيادة لذلك لأنه الرسوم اللي عم تطلع عنا والإبداع، صناعة السجاد تحتاج إلى صبر وطول أنات تمتاز فيها المرأة السورية، وتحتاج إلى ذهنية متفتحة لتعرف تتعامل مع سيل الخيوط اللي نازل قدامها وترجم الرسوم، ترجمها إلى سجادة. في حين أنه لو عودي على بدء هيك صغيرة معلومة اسم أنه نحن على الهواء، البساط عرف قبل السجاد بالصناعات. النول البساط 2400 قبل الميلاد، تبعتي، مع تطور الانسان وتطور حاجيات الانسان، تبعتي كيف، ادى الى انه صار بده يفكر بطريقه جديده يضيف جماليه معينه على هذا البساط، فاضاف العقده. يختلف السجاد عن البساط باضافه العقده. بالبساط ما في عقده، هو عباره عن خيوط سداء وخيوط لحمه عرضيه او هذا. السجاد يتالف من خيوط طولية اللي هي السداء وخيوط عرضية اللي هي اللحمة الرفيعة، وأضاف عليها العقدة اللي هي الغرزة اللي هي بتعطي الرسم. نحن كمان عم نتابع مع بعض بعض لوحات من السجاد اللي حضرتك اليوم أضفتها لصباحنا، وأكيد أخذت طابع مميز. لكن أستاذ عمار، يعني شو بتعتمد هالصناعة لحتى بتكسبها ميزة الفرادة والإبداع؟ تعتمد على الصبر وطول الأنات. تعتمد على الصبر وطول الأنات. فمرورا نحن على تاريخ السجاد، خلينا نقول بعد ما انه اوكلت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعملت تنمية بالريف، عملت انعاش بالريف، انتبهتي كيف، حتى اشتغلت مو بس سجاد يدوي، اشتغلنا البساط المرقوم بعفرين اذكر يمكن، وحرامات المرعز اللي كانت تتساوى بالحسكة ودير الزور بهذيك. لكن تقدمت صناعة السجاد، برزت لقدام، حجزت مكان متقدم إلها بالعالم، واهتمت الدولة بهذا الموضوع. انتبهتي الآن نحن مجددا وزارة الشؤون، أنا عم أحكي عن وزارة الشؤون، انتبهتي، تسعى جاهدة الآن إلى إعادة تفعيل وتنشيط
انتبهت شلون؟ صناعة السجاد اليدوي بسوريا ضمن الإمكانيات اللي هي متاحة مع تعديل بعض القوانين والأنظمة اللي موجودة، وصناعة ناجحة وعم تعمل مرونة وتسهيلات بكل محافظات القطر. نحن عنا معامل سجاد بدون استثناء، ومو في وحدة، بكل محافظة أتصور أكثر من 10 وحدات إرشادية. وبكل محافظة في شيء يمكن بيميزها عن غير المحافظات اللي إلها طابعها الخاص ويمكن بتعبر عن تاريخها والفلكلور والعادات اللي تعتمد عليها. أستاذي لو سمحت، هلأ الأعمال اليدوية تختلف مهارتها من شخص لشخص. مهارات فردية، هي في مين بيطور مهاراته الفردية وفي مين غير ما بتطور مهارات، فبتتطور. مثلا نحن خلينا نبدا بريف دمشق، مثلا نحن عرفت شلون بالتعاون مع الوزاره، والوزاره تتعاون مع جهات عامه اخرى مثل وزاره الثقافه بالمعارض والمهرجانات اللي بتصير. دائما نحن بنشارك عن طريق الوزاره بالمعارض لابراز هذا المنتج وابراز هذه المهارات الموجوده عندنا. عندك وزاره السياحه كذلك الامر. الان مجددا عندك صار في تشاركيات بين منظمات دولية، تشارك بين وزارة الشؤون والمنظمات الدولية للتعاون على هذا الإحياء. يمكن هي التشاركية كمان بتساعد بإنجاح العمل بشكل أكبر يعني، وبتساهم بتطوره. اليوم عم نشوف أنكم أنتم مشاركين بمعرض دمشق الدولي، خلينا نحكي شوي عن مشاركتكم، كيف كانت، كيف شفتوا الإقبال على المعرض؟ أولا بدي أحكي شغلة هيك يمكن تكون مهمة شوي. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا دورة من دورات معرض دمشق الدولي ما كانت موجودة فيه على مدار 59 دورة كانت موجودة وزارة الشؤون بمشاركة، وتحرص الوزارة وحرصت هذا العام تماما بتأكيدات كثير، عرفت شلون، انه المشاركة يجب ان تكون مميزة ويجب ان تكون هذا. فعلا جينا لمعرض دمشق الدولي. معرض دمشق الدولي انا شو بيعمل لي يعني، اي معرض بالعالم شو بيعمل لي يعني، له شقين. اولا انا اكون موجود تحت الضوء بمنتجي، الناس تشوفه، هي من ناحيه تجاريه ومن ناحيه وانا اشوف الناس، ممكن يصير احتكاك مع مهنيين اخرين قد يكونوا سابقين مهنيا وقد نكون احنا سابقينهم مهنيا، نتعلم من بعض. عندك الشق الاخر اللي هو الشق المادي، انتبهت شلون، بتبيع بتشتري بتعمل صفقه بتعقد صفقه، اذا هذا هو اللي بحدد. الآن نحن مثل ما نقول بريف دمشق، خليني أقول أنا طلع معنا فكرة وأعطتنا الوزارة حرية التصرف بالرسم، أعطتك حرية أنه أخذنا من كل محافظة بسوريا معلم تاريخي، أثر تاريخي، عرفت شلون، وعملناهم مجموعة، مشروع سميناه كامل، بتصفوا جنب بعضه تبعت مثل اللوحات اللي عم نشوفها، الجامع الأموي، قلعة حلب، نواير حما، هالقصص بيحكي لك حكاية سوريا، وكل لوحة بتحمل نمط من العمارة بيدلك على أنه حضارة مرقت بيوم من الأيام على هالبلد. هذا بيدلني على أنه سوريا قديش لها عمق تاريخي وموغل، وما هيش جاي ما إجت متطفلة على البشرية. الآن الدول المتحضرة أستاذي اللي بتدعي التقدم، تدعي الحضارة الصناعية الوهمية، هاي تبحث تحرث الأرض حراثة لتدور على شيء رقم يثبت انها على الاقل موجوده، بينما سوريا كل حجر تحت كل حجر فيها في رقم، ونحن موجودين عبر الحضاره وسنبقى موجودين. وحده رحيبه بريف دمشق، عندك تم تفعيل واحياء وحده معظميه القلمون وبطاقه انتاجيه كامله، ونعمل على الان بمشاركه معرض دمشق الدولي اتاحت الفرصه الوزاره لمحافظه اللاذقيه انها تنوجد، مع ملاحظة شغلة مهمة جدا أنه السجاد في يوم من الأيام تراجع شوي. فتحت الوزارة باب أنه صناعات بديلة، محافظة اللاذقية عندنا اليوم عم تشارك بمنتوج عسل صناعة بديلة، ومنتوج الصابون صناعة بديلة، وصناعات يدوية بسيطة، وصناعات مميزة يعني بالمحافظة تماما، وعم نمارسها، عم نمارسها مشاركة معنا في طرطوس، ألتون الجرد مشاركة كمان بهذا ريف دمشق، معظمية القلم، منتجات معظمية القلمون، منتجات الرحيبة، عرفتي كيف، قدر الإمكان. وصار في خصوصية السنة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أخذت جناح خاص. يعني أستاذ عمار، حضرتك ذكرت نقطة كتير مهمة، أنه حتى عبر هالصناعات اليدوية وهالسجاد عم بتم عكس حضارة سوريا وتاريخها العريض. اليوم قديش المعرض شكلكم نافذة
عرض المنتجات خاصة الوافدين خارج سوريا وأيضا المشاركين من دول عربية وأجنبية، وتم تعريفهم بالصناعة اليدوية السورية الأصيلة. طيب أنا بدي أقول المعرض ما شكل لي، هو مشكل لي من قبل نافذة التشكيل مو حالي، من قبل هو مشكل لي نافذة. أما التعريف على الصناعة كثير مهم، نحن عملنا معارض داخلية وخارجية صدقاً، كنا نسافر أوروبا، نسافر أفريقيا، نسافر كذا نعرض، العالم يقف باندهاش أمام هذه الصناعة. وربما اللي بدقق شوي بيقول لك هي السجادة المعروضة اليوم ما هي مو سجادة، هي رسم، تبعتي كيف؟ بتدل على الدقة، بتدل على كذا، أعطانا فرص كبيرة تجارية، أعطانا حقنا لنوجد تحت الضوء ونقول نحن موجودين وسنبقى موجودين، وهي الصناعة بدنا نحافظ عليها لتستمر لأنه هي تراث، وتراث هذا حقنا نحن بدنا نحافظ عليه وكلنا مسؤولين عنه. يعني في سجادة معنا موجودة، بس هيك حابين نحكي شوي عنها وعن تفاصيلها. فعلا هي لوحة مثل ما قلت، يعني هن مو بس بيقفوا حائرين وبيقولوا عنها لوحات، فعلا هن لوحات، بس لو نعرضها هيك ونحكي شوي عنها. هاي لها قصة، معلش لو سمحتي ننفرد فيها، ننفرد فيها. هاي لوحة، نحن بعلم النسيج، أنا خريج نسيج من سنة 1984 صناعات نسيجية، نفهم بالنسيج أنه كل نسيج بده سيداء منفصل لحاله. نحن بابتكار من عنا، نحن بالتعاون مع الجهاز الإداري والعاملات الخبيرات عنا، نحن قدرنا نعمل نسيج مزدوج على سيداء واحد، بحيث هذه رسم من هون وبتحمل رسم آخر من هون بدون تدخل الألوان، بدون تدخل الرسوم مع بعضها البعض. هذا الغاية منه. خليني أقول السجاد هو له تاريخ قاسي، دائما ينداس عليه بنمد بالأرض، تاريخه قاسي. عملنا لوحات جدارية، نقلناها شوي، عملناها صمدي، يعني خلينا نريحه من الدعس. الآن طلعت فكرة جديدة اللي هي التعليق الهوائي. ممكن أنت تنفذ هذا المشروع، اللي داخل من هون بيشوف منظر، واللي طالع من هون بيشوف منظر، أو بنعملها أي حركة، تبعت شلون تعطي، لكن الفكرة جديدة. خليني أقول فعلا. وهذا الفكرة والتنفيذ والتصنيع بوحدة ترحيب الحقيقة. في تداخل ألوان، يعني في ألوان، لا عفوا قصدي في ألوان كثيرة، تمازج ألوان، في شيء هيك كثير دقيق يعني بالعمل. ولو تحسسيها أستاذة تفضلي تحسسيها وشوفي. فعلا يعني جميلة. خلينا رح نعرضها. قديش يعني حتى السجاد اليدوي ويلي بيحمل تاريخ عريق وايضا فيه صناعه تقليديه، قديش كمان بيحمل التطور والتقدم، وانتم عم تسعوا لحتى تطوروا هالصناعه ايضا، وهي اكبر مثال. تمام، وقابل وقادرين، كادرات موجوده عندنا ومهارات موجوده عندنا وقادرين. والمعرض القادم ان شاء الله كمان يمكن بتوقع عم نرسم على استراتيجيه معينه تشوفوا شيء جديد كمان. نعم. يعني مثل ما حكينا، بدي ارجع احكي على تفاصيل الالوان، هي قديش بتاخذ وقت وجهد؟ شوف سؤال كثير حلو. المواطن العادي بيشوف السجاده بيشوف السجاده، بس ما بيعرف مراحل تصنيعها وقديش اخذت جهد. وضع الاطبع على الخيط هي المرحله الاخيره، تدرس. نحن رحله صناعه السجاده، خلينا نسميها رحله، فعلا هي رحله يعني الحقيقه، من عند الرسم. يدرس الرسم اولا، تحدد المقاس، تحدد الصنف تبعه، وهلأ يا ريت أحكي شوي عن الأصناف حتى الناس كمان تعرف. حددنا الرسمة، الأبعاد، الأطوال، هون تجي عاد خبرة المدربة وخبرة العاملات بانتقاء الألوان وتناسقها مع بعضها. هي بتجي خبرة، وخليني أقول صار علم، الألوان صار علم اليوم. نخلص الرسم، تصير تجي عملية التسدية، تجي عملية معاكسة الخيوط، وبتجي عملية النيرة، بتجي عملية دق القرعة، لبعدين لحتى يبدأ يترجم الرسمة إلى واقع. وهون حلاوة العمل اليدوي، هون بتحط لك أحاسيس هالبنت، بتحط مشاعرها، فرحانة بيطلع شغلها حلو، زعلانة بيطلع شغلها. ونحن من خلال خبرة صرنا نعرف إذا قلبنا السجادة نميز وين البنت كاينة زعلانة أو البنت وين كاينة رايقة. انتبهت شلون؟ هذا لأن عم تعطيك روح. أنت بتشتري سجادة يدوية، ما عم تشتري مادة أولية صوف وقطن. أنت عم تشتري مشاعر، عم تشتري أحاسيس، عم تشتري تعب، عم تشتري جهد، هذا كله معنوي. تمام؟ بدي أمرق شوي على كلمة صنف لو سمحتي لي أستاذ. هلأ السجادة اليدوي أصناف، كل السجاد بالعالم أصناف، بيقول لك في سجادة خشنة وسجادة ناعمة وسجادة وبرها طويل وسجادة وبرها قصير، حتى الناس تستفيد مننا شوي. نحن الأصناف عندنا بتبدأ بصنف 300 من قله، يعني ذلك أنه عندي 300 دور
بواحد متر طولي وعندي 300 دور بالعرض، فإذا عندي أنا 90,000 عقدة بواحد متر. صنف الأربعمية بيصير فيه 400 × 400 160,000، صار نعومة أكثر، أخذ جهد أكثر، صار فيه دقة أكثر. تشتغل صنف الخمسمية عندك 250,000 عقدة بالمتر المربع. تصوري واحد متر مربع قديش بده جهد يحط، والعاملة عندنا بتحط 7,000 عدة، 8,000 عدة، 9,000 عدة كل يوم، هذا جهد وبيعطي دقة. كل ما ارتفعت بالصنف 600 700 800 بيعطيك دقة أكثر. وبنهاية يمكن هاللوحة فيها جهد مبذول ودقة متميزة، ودائما نحن بنفتخر بكل الصناعات اليدوية اللي عنا. نحن نشكرك كثير وإن شاء الله مشاركة موفقة ضمن المعرض. شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لكم كمان بشكل شخصي. سيد عمار شكرا كثير لك، بنتمنى التوفيق للجميع وبنتمنى دائما هي الصناعات اليدوية أنه تحافظ على حالة وأنه تزدهر أكثر وأكثر. شكرا لك. أحد الناسات الإعلام المسؤول عن المحافظة عليها. شكرا لك. شكرا لكم. أما هلأ ميسان.